السلام عليكم البنات، مرحبا بكم اليوم في قناة وصفات سحرية. اليوم نقدم لكم واحد الحساء ديال بلبلة الشعير اللي كيجي زوين وخفيف، كيصلح للرمضان وفي رمضان في الفطور وفي العشاء في الأيام العادية. نبداو بالمقادير. عندنا هنايا كاس ديال الحليب، عندنا هنا زلافة ديال بلبلة الشعير، ما تكون مغليظة ما رقيقة، وديجا انها غسلناها وفزكتها في واحد الساعه ديال في الماء بارد واحد الساعه باش كتسهل علينا هذيك نطيبوها. هنا عندنا الزيت البلديه، وهنا عندنا واحد المعلقه ديال الزبده كبيره، وهنا معلقه صغيره ديال الملحه، وانا ديجا درت في الطنجره ديالي درت الماء يطيب واحد لتر ديال الماء يطيب باش نضيف عليه هاد المقادير هادو. انا راني ضفت البنات داك الزلافه ديال تشيشه الشعير، راني ضفتها في هاد الماء، انزيد عليها واحد داك المعلقه ديال الملحه، ونزيد عليها داك المعلقه ديال كبيره ديال الزبده، ونزيد عليها واحد شي شويه ديال الزيت، ونرجعها للطيب فوق البوطه حتى التالي عاد نزيدو الحليب. بالنسبه للبنات هي البلبوله طابت، دابا نزيدوها داك الكاس ديال الحليب. بالنسبه اللي كيبغي يبغي ينسمها بالزعتر او فليو يديرو دابا قبل ما يزيد الحليب، واللي كيبغيها حلوه يزيد فيها شويه ديال السكر. انا نخليها انا هكا، ونزيد دابا داك الحليب كاس الحليب. صافي نخليوها غير واحد على ما تغلى، على ما تطلع الغليه. من درنا دابا الحليب نخليها ما تطلع الغليه شي شويه، ونوليو يغلى واحد شي شويه، ونوليو نطفيو عليه لان الحليب ما خصوش يغلى بزاف. صافي نقدموه. هيا البنات الحسوه ديالنا طابت وقدمناها في هذا بهذا الشكل بالزليفات. بالنسبه للسكر اللي قلت لكم، اللي بغى يزيد السكر انا ما زدتش، اللي بغى يزيد يزيد او ينسمها بالزعتر او فليو كتنسم حتى هي، وكتقدم هكا في العشاء كتتعشاو بها، او في رمضان كبديل للحريره. بصحتكم وراحتكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا باللايك وتابوناو معايا، وهذا فضل منكم وليس امر.